السلام عليكم، ازيكم يا حلوين وعاملين ايه؟ واهلا بيكم في كيتشن توكس. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وجبه سريعه وفيها قيمه غذائيه كويسه جدا وتنفع للفطار، تنفع للعشاء، تنفع كده الغدا لو هتعملي جنبها حاجه تانية مثلا برضو تدعمها او كده. يعني كل واحد شوف بيحب ايه، بس هي اساسا فطار او عشاء كويس جدا جدا. بصوا بقى المكونات بتاعتها ايه. دي حبة من البطاطس كبيرة شوية بس متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنا 3 حبة من البيض، انا بس خفقتهم كده مع رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهنا فلفل اخضر وفلفل احمر رومي، هما الاتنين باردين يعني مش حراقين، تقدروا تقولوا 2 كبار مليانين من كل واحد فيهم، وهنا برضو 2 كبار من الجبنة الموتزاريلا، ممكن تزود عن كده لو انت حابة. اما بالنسبة للتوابل فالتوابل دي اللي عندنا عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وكاري وزعتر او الاورجان وزي ما في ناس بتسميه، وعندي طاسة فيها 2 كبار من الزيت وسخنة. اللي هعمله ايه؟ ان انا هنزل البطاطس في الطاسة فيها زيت، تعالوا اوريكم كده، شوفوا دي كمية الزيت 2 كبار مش اكتر من كده، لان انا مش هقلي البطاطس بس عايزاها تاخد تقليبة محترمة، تاخد تقليبة كويسة. هفضل اقلب لحد لما البطاطس تبقى 3/4 سوا، هي مش هتاخد وقت برضو لانها متقطعة مكعبات صغيرة، بس لازم تاخد 3/4 سوا علشان مش هتطول بعد كده الاضافات التانية معاها على النار. انا هضيف لها كمان كل البهارات اللي عندي اهو، بس بقى هفضل اقلب فيها شوية حلوين لحد لما تاخد 3/4 سوا، وارجع لكم نشوف هنكمل ازاي مع بعض. بصوا كده في المرحلة دي انا اختبرتها كده بالشوكة، لقيتها وصلت 3/4 سوا. هنزل الفلفل الالوان، اوكي، لو حابين تضيفوا فلفل حراق هنا ضيفوا، لكن بصراحة هي عشان فطار او عشاء يعني ما انصحش بالموضوع ده. هديها كمان تقليبتين كويسين لحد لما الفلفل ده يبدأ يدبل، وارجع لكم تاني. بصوا كده في المرحلة دي الفلفل بتاعي بدأ يدبل كده شوية، انا مش عايزاه يدبل قوي يعني، بس خد تحميرة خفيفة كده وريحته طلعت، وريحة جميلة جدا مع التوابل. اللي هعمله دلوقتي ان انا هصب البيض كده اهو على الطاسة كلها. انا قلت البيض ده مش ضايفة له غير رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح كده، اضمن احرك الطاسة اضمن ان هو البيض وصل لكل مكان فيها بالشكل ده. هسيبه دقيقة واحدة وبعد كده ارجع اقول لكم هنعمل ايه. وفي المرحلة دي هضيف الموتزاريلا كده وهدي النار عليه خالص واغطي لحد لما يستوي والموتزاريلا تسيح ونقدمه مع بعض. اوكي، هغطي واوطي ونقدمه مع بعض ان شاء الله بعد ما يستوي. وبكده يا بنات الوجبة بتاعت النهاردة تبقى جاهزة معانا. احنا بس ممكن بالراحة كده نحاول ننزلها على الطبق عشان نقدمها، ولو حابين تقدموها بالطاسة بتاعتها برضو براحتكم مفيش مشكلة. بتدخلي كده المعلقة المتخصصة في الموضوع ده او اي حاجة عريضة عندك، وبتسحبي الطاسة بالراحة، يعني انت بتسندي بس من قدام وتسحبي الطاسة بالراحة لورا، بيبقى الموضوع تمام جدا، بتنزل زي ما هي كده زي ما انتوا شايفين، يعني مش بيبقى اتقطعت ولا حصل فيها اي مشاكل. شوفوا الوانها تحفة ازاي وجميلة جدا. انا بس عايزة اوريكم المطة بتاعت الموتزاريلا، بصوا مطة الموتزاريلا عاملة ازاي، بصراحة شهية جدا يعني، تبقى لطيفة خالص، تنفع فطار وتنفع عشاء، هتعجبكم جدا، لازم تجربوها. وشكرا ليكم والسلام عليكم.